السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ احترافي مع نهيمه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو شنيك مالحين بالزيتون والطون. طريقه بسيطه بزاف في المكونات، سهله متوفره في اي دار. نتمنى تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر خطوه بخطوه. ندوزوا المقادير والطريقه في نفس الوقت. نبداو على بركة الله. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق مهربل، ها هو مهربل. عندي هنا 60 غرام ديال الحليب غبرة، تقريبا ربعة المعالق كبار عامرين. عندي هنايا جوج معالق صغار ديال سنيدة، شوية ديال الملح، شوية ديال الزعتر. عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الزيت. عندي الخميرة فورية تقريبا هنايا معلقة ونص كبار. بالنسبة للحرشو عندي الزيتون والكحل والطون، الطون مصفي من الزيت تقريبا ديك جوج ديال العلبات، والمدافي بالنسبه لهذا. وعندي الفرماج غير موتزاريلا، الا ما توفرليش فرماج الاخر. نبدا ان شاء الله. غادي ندير الطحين هنا. غادي نضيف هاد الخميره هادي فوريه، غنزيد عليها جوج معالق صغار ديال سنيده، وغادي ندير واحد شويه ديال الماء باش تتفاحل ولا تفاحل شويه على ما ندير من الملحه. كنزيد شويه ديال الملح هنا، الزيت، الزبده، غادي نحرك. بما حركتها غادي نخلط هاد الطحين والزبده باش تدخل هاديك الطحين والزبده والزيت في الطحين. صافي، بما دخلت هاد الزبده والطحين غادي نضيف الخميره. دابا غادي نعجن المدافي. نحاول العجينة ما غاديش تكون جارية وما تكونش قاصحة. نتوما كنشفو نتوما كتجي ما جارية ما والو. غادي نخليها ترتاح واحد تقريبا واحد 15 دقيقة ونرجع. هانتوما شفتو العجينة بعد ما خمرات ضاعف الحجم ديالها. غادي نشدها شوية نخرج منها شوية ديال الهواء. غادي نطلقها. نطلقها مزيان. غادي نجيب تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده ونص ولا جوج معالق هكا. غادي ندهنهم هكا، نحاول ندهنهم هكا. باش كتجي ديك العجينه تقريبا كتجينا مبرقه من الداخل وهشيشه. غادي نتناه بحال هكا،
نحاول نزيد نكون بحال الرغيفه. دابا غنعاود نطلقها من جديد. دابا صافي غنطلقها. الا ما كنتوش مزروبين يمكن لكم ديروها في الثلاجه واحد 10 دقائق بحال هكا. نحاول نطلقها بشويه، كل ما كنطلق كنعاود نقلبها باش تجيني هكا مستطيله مقاده. صافي هانتوما تشوفوا السمك ديالو كي كيجي هانتوما. دابا غنحيد هاد الزوائد اللي هنايا، ما غنضيعش بزاف باش تجيني مقادة. دابا غادي ناخذ واحد البيضه، معلقه واحد شويه ديال الصوجة باش خلص. غندهن بها العجينه، صراحه صدقوني راه كتجي هاد الشنو كيجي غزال بزاف. كلشي كيعجبو، هذا هو المعتمد عندي انا، كنصايب دائما. دابا غناخد داك الزيتون والطون، نخلط هاد الطون مع الزيتون. الزيتون تكون شويه مقطعينو صغير، ما يكونش مقطع هكا مدور، تزيدو تقطعوه شويه. كنزيد عليه هاد، ولا بدل ما نزيد غادي ندير هاد الزعتر غير فوق العجينه. صار خلطو معاه ولكن احسن هكا، كيعطي واحد النسمه زوينه. غادي نخلطو مزيان. صافي غادي نحاول نوزع على هاد الشي كامل. نحاول نوزع هكا بشوية، دابا غنحاول نثنيها. شويه ما نضغطوش عليها بزاف هكا، ضغطوا عليها باش تجينا هكا مدقصه، خليوها مرخوفه. دابا غادي ناخذ واحد الخيط، تحاولوا غير بشويه لا تقطعوا حتى بالموس، ولكن تحاولوا انتم هاد السمك اللي غديروا شي قياس ما يكونش غلط من هكا.
نحط عليهم واحد شويه بحال هكا، حيت ملي كتخمر راه كتسيح. هانتوما هانتوما شفتو بعد ما كملتهم كيجيو فيهم هنايا 13 وحده داك القياس ديال 500 غرام. دابا نخليهم واحد شويه يخمروا تقريبا 10 دقائق وندهنهم ونرجع لكم. صافي بعد ما خليتهم هكا 10 دقائق ندهنهم واحد شويه هكا بالبيض وواحد شويه ديال الصوجا بقى لي منيت من قبيله. صافي غندهنهم هكا صافي. بعد ما دهنتهم غندخلهم الفران على درجه الحراره 160. غندير لهم دابا واحد شويه ديال الفرماج، هذا اختياري الا كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم ماشي مشكل. صافي بعد ما طيب غنرجع لكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الشناك. هانتوما تشكيجو غزال بزاف وشاشين ولذادين، كنتمنى تجربوهم راهم غيعجبوكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلا لايك، واللي أول مرة يشوف القناة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد ديالي. وكنتمنى ديروا لي التعليقات لأنها كتهمني وكتحفزني وكتزيدني باش كنزيدكم الجديد. المرقاو ديالو كيجيو غزالين بزاف. نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.